بعكس ما نشاهده في الأفلام السينمائية، فإن من يتعرض للذبحة الصدرية لا يسقط على الأرض مباشرة وهو يضع يده على صدره متألماً، إذ تحدث غالباً الأعراض بشكل تدريجي. نقص التروية القلبية يظهر بشكل ألم في منتصف الصدر يدوم عدة دقائق أو يختفي ليعاود الظهور من جديد. يمكن لتخطيط القلب الكهربائي تشخيص العديد من المشكلات القلبية، وهو فحص يستخدم لمراقبة وظائف وسلامة عمل القلب. لكن من يحتاج إلى تخطيط القلب؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله بخير؟ إن شاء الله بس عم يصير معك شوية خفقان بالقلب؟ نعم صحيح. طيب بدنا نعمل لك تخطيط قلب. أنت لك تخطيط القلب طبعاً بس مشان نشوف كهربة القلب ونقدر إذا في مشاكل في وضع الكهرباء والنقل جوا القلب، تمام؟ معظم الشكاوي القلبية تحتاج إلى تقييم دقيق عن طريق تشخيص عن طريق تخطيط القلب. طبعاً الشكاوي القلبية الشائعة اللي هي خفقان بالقلب، المريض بيقول لك في عندي شوية عدم انتظام، شوية دوخة، وجع صدر، هي أكثر الشغلات الشائعة تبع المشاكل القلبية. طبعاً أحياناً في مريض بيجي بيكون في عنده قصة عائلية لأمراض قلب، مثلاً حدا بالعائلة صار عنده لا سمح الله موت مفاجئ أو أي حالات يعني بالوراثية، كمان تستدعي تشخيص عن طريق تخطيط القلب. حالياً عم نشوف مقطع في عضلة القلب بنسميه اللي بيفرجينا الأربع حجرات. والصمامات الرئيسية ولها قوسات الخاصة. هذا مثلث صمام مثلث الشرفات. وهو الذي يفصل الأذين اليمنى عن البطين الأيمن. وهذا الصمام هنا يدعى الصمام الأبهر. الذي يفصل البطين الأيسر اللي هو حجرة الضخ الرئيسية في القلب عن الشريان الأبهر الذي يوزع الدم إلى كافة أنحاء الجسم. أمراض القلب عديدة، في أمراض ولادية وأمراض مكتسبة، بس الأمراض الشائعة جدا والتي نطلب من المواطنين سواء الوافدين أو المواطنين الدولة الحبيبة زيارة الطبيب بشكل دوري هي أمراض للوقاية والتشخيص الباكر لأمراض نقص التروية القلبية أو ما يدعى الجلطة القلبية، لأن عوامل الخطر التي تؤدي إلى حدوث هذا المرض كثيرة جدا. عوامل الخطر التي تؤدي إلى أمراض نقص التروية الإكليلية درست بشكل كبير، وهناك دراسة عالمية أجريت على 52 دولة في العالم شملت دولة الإمارات ونشرت في عام 2004. هناك 9 عوامل، من عوامل خلقية ومكتسبة. العوامل التي ما لنا نحن علاقة بها هي العمر، هي الجنس، الذكور أكثر من الإناث تحت سن 50. بس العوامل التي ممكن المكتسبة ممكن الوقاية منها وتشخيصها الباكر هي اللي لازم نحن نركز عليها والتي تستدعي الزيارة المبكرة والدورية للأطباء، وهي ارتفاع الضغط الشرياني، ارتفاع كوليسترول الدم، التدخين، الداء السكري، السمنة، الضغط النفسي، وقلة الرياضة، وقلة تناول الخضار والفواكه، وكثرة تناول الوجبات السريعة واللحوم والدهون وما نراه من الأماكن الوجبات السريعة. نقص التغذية القلبية يعتمد على عوامل متعددة، السكري، التدخين، السمنة، هدول كلها شغلات نحن بناخذها في عين الاعتبار وقت بنعمل مقاربة للمريض. يعني فرضا اجى عندنا مريض عنده كل عوامل الخطوره هي التدخين والسكر والسمنه، فيحتاج الى تخطيط قلب مباشره، وعاده يحتاج الى اختبار جهد كمان مع تخطيط القلب. طبعا نحن بننصح هذول المرضى انه يعملوا بشكل منتظم، ممكن كل سنه او كل سنتين اقل شيء تخطيط قلب، وممكن اختبار جهد كل سنتين. شوفي تخطيط القلب نحن عملناه مثلا هون، هو المريض قاعد مرتاح، فهذا بيعطينا فكره انه بس بهالوقت هذا المريض هو مرتاح اذا في مشاكل. بس نحن بيهمنا أكثر أحياناً إذا المريض أثناء الجهد شو بيصير بتخطيط القلب.
فهي اللي بسموه اختبار جلد. نفس الجهاز التخطيط هذا بنوصله بس على جهاز التريدميل، جهاز الجري، وبنقيس وبنعمل تخطيط قلب مستمر اثناء الجهد، بنشوف هل في علامات نقص ترويه او في اضطراب بنظم القلب اثناء الجهد. هذا مهم جدا. واختبار جلد هو اختبار بسيط وبيعطي معلومات هائله جدا ومهمه جدا. الواحد لازم يعرف الرقم تبعه، شو معنى هذا الرقم، لازم يعرف شو ضغطه، يعرف شو كوليستروله، يعرف شو وزنه، ويعرف شو نسبه السكر عنده. نحن نعرف حساباتنا في البنك، ونعرف دولاب السياره كيف الضغط فيه والزيت والامور كلها، بس ما بننتبه على الامور الاخرى. ففي صيانه دوريه، في برنامج. نحن الناس اللي عندهم قصه عائليه، احد الابوين او الاخوه عنده مشكله بنقص الترويه، لازم باي عمر، عمره 20 25 يبلش يشيك. الدكتور بيقول له يجي كل 5 سنوات او كل 3 سنوات. اللي ما عنده قصه عائليه وما عنده اعراض المفروض بعمر ال 30 على الاقل يعمل تشيك كامل، واللي ما عنده شيء ابدا بعمر ال 40 على الاقل لازم يسوي تشيك. يعني التشيك هو فحص العادي، فحص الضغط والنبض والطول والوزن، والدكتور بيطلب الفحوصات المتكامله. القلب عضو كسائر اعضاء الجسم يروى بشرايين اكليليه، كل عضو في الجسم لازم يتغذى بالشرايين حتى يعمل. فالقلب احد الاعضاء يتروى بثلاث شرايين اكليليه، وهي مثل بنسميها مثل المعكرونه، يعني ثلاث شرايين صغيره. فصحه هذه الشرايين ولمعه الداخليه ودوران الدم فيها يعتمد على عوامل الخطر اللي ذكرتها سابقا، لانه اي خلل في هذه العوامل الخطر واحده او مجتمعه تؤدي الى تضيق في لمعه هذه الشرايين وتخفيف وصول الدم اليها. واذا كان بمرحله من المراحل قد ينقطع الدم عن احد هذه الفروع ويسبب الجلطه القلبيه.